احنا النهارده هنتكلم على الكلى، وظائفها واهميتها، وهي ايه الدور بالظبط اللي بتقوم بيه في جسم الانسان. هو كل واحد مننا بيبقى عنده كليتين، والكلاوي دي بتبقى موجوده تحت القفص الصدري في الظهر من ورا. كل كليه بتبقى فيها وحدات، الوحدات دي اللي هي بنسميها النفرونات بتاعت الكلى. كل كليه بيبقى تقريبا فيها مليون وحده على كل ناحيه يعني. العيان بيتولد بالكليتين، بس في ناس بتتولد بكليه واحده ما فيش مشكله يعني. والكلى عندها وظائف كتيره جدا 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 بتقوم بيها. اول حاجه الكليه اولا بتنظم كميه السوائل اللي موجوده في الجسم. يعني انت بتشرب ميه، لو ما فيش بول خارج يبقى كل ده هيتحوش، الواحد هيورم، هتبتدي القلب يتعب، الرئه تتملي ميه ولا. فنمره واحد من وظائف الكلى ان الكليه بتظبط كميه السوائل اللي موجوده في الجسم. تاني حاجه ان الكلى بتنظم الاملاح اللي موجوده في الجسم. يعني ايه الاملاح؟ يعني الصوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، فوسفورس، مغنيسيوم، كل ده الكلى بتنظمه يعني. فهي اول حاجه بتشوف كميه السوائل اللي موجوده في الجسم، تاني حاجه بتظبط الاملاح اللي موجوده في الجسم، تالت حاجه في بقى ليها وظائف اخرى. يعني الكلى مثلا بيطلع منها هرمون مهم جدا علشان تكوين كرات الدم اللي هو الهرمون بتاع الاريثروبويتين. فتلاقي العيان اللي بيبقى عنده فشل كلوي الهرمون ده مش كافي، فدايما اللي فشل عنده فشل كلوي بيبقى عنده انيميا. الكلى برضو بتظبط التمثيل الغذائي، الميتابوليزم يعني بتاع الكالسيوم والفوسفورس والبون ديزيز اللي هو مشاكل العظم. يعني الواحد لما الكلى بتاعته بتبقى شغاله كويس بياكل حاجات فيها كالسيوم، حاجات فيها فوسفور، مفيش مشكله. انما لو الكلى تعبت هيبتدي مثلا الفوسفور يعلى، ولما الفوسفور يعلى هيبتدي الكالسيوم يقل في الدم، لما يقل في الدم هيبتدي يسحب الكالسيوم اللي موجود في العظم، فيبتدي العيان يعاني من هشاشه في العظم يعني. يعني دي يعني نبذه سريعه كده عن الوظائف اللي بتقوم بيها الكلى، انها اولا تنظيم كميه السوائل، تنظيم كميه الاملاح، تظبيط الاملاح، الحموضه بتاعت الدم والخلويه بتاعت الدم برضو ده بيتم في الكلى. وبعدين انها مهمه عشان الانيميا ومهمه عشان العظم. ويعني هي حاجه مش يعني حاجه عظيمه ربنا مديها لنا يعني. وطالما ان الواحد بيبقى الكليتين شغالين مفيش مشكله، بعد كده بقى يعني لو ابتدت تتاثر، مثلا واحد مولود بكليه واحده مفيش مشكله. يعني هنتكلم بقى متهيألي يعني بعد كده بقى في المراحل بتاع الفشل الكلوي يعني. انما هي دي المفروض الكلى الطبيعيه بتعمل ايه يعني.